السلام عليكم. شنو تبغاو تقولوا اليوم الغسان؟ بغيو نقولوا لي باننا حنا فرحانين بزاف اللي وصلنا لهذا النهار، شفنا كتزوج وكنتمناو لك التوفيق، وتنطلبوا منكم باش تصبروا مع بعضياتكم باش تكون الحاله مستمره ونشوفكم ديما فرحانين وديما متالقين. اسعد لحظه هي هذه اللي كيعيشها اي انسان كما كان، وهذه اللحظه ما كتكررش. بحال واحد اللي كيتولد لاول مره كيتولد. اذا الزواج كاين اول زواج اللي مبني على اسس في المحبه، الحب الاخر، حب المراه، تبادل الحب بين المراه والرجل. انه ملي يتزوج الانسان مع المراه تيحلم باش يدير مؤسسه باش يكونوا عنده اولاد. اذا اجمل لحظه هي هذيك. والاول والكبير عندنا جوج. انا اول مره منين كان كيقيس في الكوستيم ديالو بغى يشريه ورسل لي فيديو، حسيت بواحد فرحه وخلعه وخرجوا لي الدموع بلا ما نشعر. واحد اللحظه زعما جد 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 مؤثره، وتنظن انا اي ام كانت غتحسها. ونتمنوا لهم التوفيق.